وأحاسيس، آمال وأحلام قد تبدو لنا مستحيلة، ولكن بإرادتهم وعزيمتهم حطموا كل حواجز الصمت. يأتيكم في الأوقات التالية. رمضان كريم. بعيادة رمضان، يا عيادة رمضان، عيادة رمضان. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، كل سنة وحضراتكم طيبين والأمة الإسلامية بخير وعافية إن شاء الله. الحقيقة اليوم سنتعرض سويا لنفحات شهر رمضان. اليوم إن شاء الله نتحدث سويا عن الإعجاز العلمي والإعجاز الطبي في صيام شهر رمضان المبارك. الحقيقة هذا الشهر الكريم ربنا سبحانه وتعالى عملوا بمثابة صيانة. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الخالق الصانع القادر سبحانه وتعالى، وهو الوحيد الذي يعلم المنفعة للبني أدمين اللي خلقهم. فربنا سبحانه وتعالى كل سنة عمل لنا صيانة دورية منتظمة. هذه الصيانة الدورية المنتظمة كل 11 شهر لازم ندخل في فترة الصيانة، وهي فترة شهر رمضان. الصيانة، إما نيجي نتكلم عن الصيانة، زي ولله المثل الأعظم العربية، إما بنيجي نشتريها من التوكيل لازم الصيانة تدخل في الصيانة على 50,000 أو على 100,000. كذلك رب العالمين سبحانه وتعالى عامل صيانة دورية للإنسان، صيانة سنوية للبني آدم. كل 11 شهر يخش في هذه الصيانة لمدة شهر كامل. الصيانة ليست فقط للجسم، ولكنها صيانة للروح والبدن معا. ورب العالمين سبحانه وتعالى عمل لنا صيانة شهرية أيضا، وهي صيانة الثلاث أيام البيض كل شهر، الثلاث أيام القمرية 13 14 15. يبقى احنا بنقف أمام صيانة سنوية، شهر في السنة صيام، وبنقف أمام صيانة شهرية ثلاث أيام كل شهر، وبنقف في على صيانة أسبوعية دورية، وهي صيام الاثنين والخميس. سبحانه وتعالى ما أجمل الصيام. يبقى احنا عندنا كل أسبوع بنحافظ على بدننا بالاثنين والخميس، وعندنا كل شهر ثلاث أيام بيض، وعندنا كل سنة شهر رمضان. سبحان الله العظيم، سبحان تبارك الخلاق فيما خلق. ورب العالمين سبحانه وتعالى الصوم لم يكتب فقط على أمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصوم كما كتب على الذين من قبلكم، ده الصوم اتكتب على باقي الأمم، نظرا لأنه فعلا في غاية الأهمية وفي غاية الفائدة للإنسان. أيضا الصوم لم يكتب على فقط على البني آدمين فقط،
الصوم كتب على جميع الخلائق، بمعنى العلماء أثبتوا أن مملكة البحار في بعض أنواع من الأسماك بتقضي فترات طويلة، بالذات في المحيط القطبي الشمالي، تقضي فترات طويلة في قاع المحيط وفي قاع البحار. وهذه الفترات أثبت العلماء بالدليل القاطع أن هذه المملكة تخضع إلى فترات معينة من الصيام. ومملكة الطير أيضا، عندنا في بعض أنواع الطيور في رحلات الانتقال من أماكن إلى أماكن أخرى، أو الانتقال الهجرة الجماعية، ممكن تقعد شهرين وثلاث شهور في هذه الرحلة السنوية. وسبحان الله العظيم، لما نيجي نتكلم عن الإعجاز العلمي في الصيام، إحنا مش هنسيب جهاز من أجهزة الجسم إلا ما نتكلم عنه، يعني هنتكلم عن كل شيء. بس إحنا بنمهد الأول عشان نستوعب الفائدة العظمى من وراء هذا الصيام. عشان كده رب العالمين سبحانه وتعالى نظرا لأهمية الصوم، ربنا قال يعني إيه؟ قال فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الوحيد الذي يعلم قيمة هذا الصوم للإنسان هو رب العالمين الخالق. وربنا سبحانه وتعالى في الأركان، أركان الإسلام، الشهادة، كلها عبادات ظاهرية، إلا الصيام وهو عبادة سرية خالصة. يعني إحنا في البيت ولادنا صايمين، بس إحنا متأكدين إن هم صايمين؟ وبعدين هل هو صام صح؟ هل عينه ما غلطتش؟ لسانه ما غلطش؟ ودانه ما غلطتش؟ فالصوم فعلا عبادة سرية في الأركان الخمس: الشهادة، النطق بالشهادة علني، الصلاة علني عبادة ظاهرية، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتادي المساجد فاشهدوا له بالإيمان، الزكاة لو أنت تطلع الزكاة أو توكل حد فبرضه عبادة ظاهرية، الحج مفيش حد بيحج لوحده، كل الناس بتشوفه. الصوم هو الوحيد في الأركان اللي يعتبر عبادة سرية بينك وبين الله. طب خلينا بقى نتوقف على الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي النفسي والإعجاز العلمي الطبي من النواحي الطبية. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث صوموا تصحوا. يبقى احنا هنقف الآن أو اليوم مع حضراتكم قدام نظرية وحقيقة ثابتة. هذه الحقيقة هي الصيام يساوي الصحة. مين اللي قال الكلام ده يا جماعة الخير؟ ما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى يبقى خلاص كلام مصدق. وبعدين كل الأحاديث اللي وردت في هدي الإسلام في الطعام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، بحسب ابن آدم لقيمات. لقيمات ما معنى لقيمات؟ يقمن عليها صلبة. لقيمات، احنا خدنا كلمة لقيمات دي وعملنا دلوقتي رجيم أو بعض أنواع الرجيم يقوم على مبدأ اللقيمات، وسمناه رجيم اللقيمات استنادا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين في آخر الحديث بحسب ابن آدم لقيمات يقمن عليها صلبة. وبعدين في الآخر فإن كان لمحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تلت وتلت وتلت. احنا بقى مش هنتكلم بعد الفطار التلت بتاعنا بيبقى عامل ازاي. اظن والله اعلم التلت تتلات بيتملوا اكل، وبنحاول نشوف تلت تاني كده نستلفه او نخزنه في حتة بنطلع بفوق المعدة بشوية. فطبعا اما نيجي نقول تلت وتلت وتلت ورجيم اللقيمات، عايزين بقى نستمد الخير بتاع الصيام. فالمعدة بيت الداء، وما نيجي نقول إن المعدة بيت الداء، ده كل العلماء، علماء الطب المسلمين والغير مسلمين، أثبتوا بالضرورة وبالقطع وبالدراسة وبالبرهان على خطورة المعدة في إحداث، إن لم يكن 95% من الأمراض فنقدر نقول 99% من الأمراض المختلفة التي تصيب الجسد. يبقى إحنا قدام منظومة
طبية علمية وهي تسمى بالصوم، عايزين نطلع بالفوائد اللي ربنا اللي الخالق سبحانه وتعالى عايزنا نستفيد بيها في هذا الشهر الكريم. إما نيجي نتكلم عن الصيام، أولا أظنكم يعني أنا قريت في أكتر من جريدة في الأسبوع الماضي دراسات أمريكية، دراسات ألمانية، دراسات فرنسية على أهمية الصيام الإسلامي بالكيفية اللي احنا بنصومها، اللي هو من الفجر حتى المغرب 15 ساعة، وهذه 15 ساعة قد تزيد في الدول الشمالية والتي تقترب من القطب الشمالي، أحيانا بيصل بهم الأمر هم يصوموا 18 إلى 20 ساعة. فال15 ساعة بهذه الكيفية من المغرب، من الفجر إلى المغرب، الآن جميع المصحات الطبية والمصحات العالمية في أوروبا وأمريكا وسائر بلدان العالم تطبق الصيام الإسلامي في علاج كثير من الأمراض. وأول هذه الأمراض هي اللي بنقول عليه فوائد الصيام لمحاربة مثلث الشر، وكلنا عارفين مثلث الشر أو مثلث المشاكل الطبية. الحقيقة أخطر ثلاثي مرضي يصيب الإنسان ويعمل له مضاعفات ويودي بحياته هو المثلث اللي احنا هنقول عليه السمنة، الضغط، السكر. وعندما نتحدث عن مثلث المشاكل الطبية، يعني ما أعتقد أنه يكون في حلقة واحدة بس تكفينا نتكلم، لأن احنا هنتكلم عن السكر أو الضغط أو السمنة، احنا بنتكلم على ثلاثي لا يخلو بيت في الوطن العربي، مش هقول في مصر، في الوطن العربي بل في العالم أجمعين لا يخلو بيت من حد يكون عنده هذا الثلاثي. لما نيجي نتكلم عن السمنة، أنا هديكوا أرقام وإحصائيات ممكن ما تكونش متوفرة عندنا، لكن لما نيجي نتكلم عن المجتمع الأمريكي، في 65% يعني كل 10 أشخاص فيهم على الأقل 6 مصابين بالسمنة. 6 مصابين بالسمنة، يعني إيه 6 مصابين بالسمنة؟ يعني في أكتر من 65% من المجتمع عنده سمنة. يعني المجتمع الأمريكي بيصرف كل سنة 150 بليون دولار على مضاعفات وخطورة مرض السمنة. يعني بيموت كل سنة في أمريكا 500,000 إنسان بسبب مضاعفات السمنة اللي رب العالمين وهدي النبي صلى الله عليه وسلم حطها لنا كجزء وعلاج أساسي نستفيد به أثناء الصيام. طب إما نيجي نتكلم عن السمنة ومضاعفات السمنة، وكلنا عارفين يا جماعة إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طعام بيت أهل النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل إزاي. إما حضرة النبي وهو مين؟ هو سيد ولد آدم وأفضل من خلق في هذا الوجود وأفضل من مشى على هذه الأرض، وكلنا عارفين كيف كان طعامه وأكله صلى الله عليه وسلم. كان يعيش على الأسودان اللي هم التمر والماء، وبعدين كان صلى الله عليه وسلم لا يوقد في بيته الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار عشان يعمل بيها أكل أو طبيخ. عرفنا مين يا جماعة؟ أفضل واحد في الدنيا، أفضل واحد جه في هذا الوجود اللي رب العالمين سبحانه وتعالى اصطفاه من بين هذه الخلائق. يبقى الموضوع فعلا المعدة بيت الداء، نتفق، وصومه تصحه، طب كويس، وإيه كمان؟ الصوم جنة. يعني إيه جنة؟ جنة في اللغة العربية يعني ساتر، وقاية، مانع، حافظ. فالصوم جنة من إيه؟ من كل ما تتخيله من أمراض تصيب الإنسان. وبعدين حتى رب العالمين سبحانه وتعالى
وهو اللي خلقنا وعمل لنا نزل معانا الكتالوج اللي احنا بياخده مع اي منتج يقول لنا ازاي تتعامل مع هذا الجسد. جسمك مش ملكك، جسمك هتسأل عنه. يعني حياتك عندما تلقي بأيديكم إلى التهلكة ربنا سبحانه وتعالى يقف ويحاسبك. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك ورزقك العقل ولابد أن تتدبر. فما تودي بحياتك أو تهلك صحتك ربنا يحاسبك. فرب العالمين قال لنا إيه؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كل واستمتع عشان تقول الحمد لله وعشان تتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. يبقى الأمر جد خطير، لابد أن تلتزم. أما حضرة النبي يقول لك تلت وتلت وتلت، ده عشانك مش عشان حد تاني. وإحنا يا جماعة بنشوف، يعني إحنا بيجينا في العيادات الناس تيجي عشان نبدأ نقول لهم كلوا زي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعمل له برنامج ونعمل له رجيم ويدفع فلوس وبعدين يرجع يخس ويبقى كويس وبعدين يروح يأكل، ونفس الدائرة المفرغة التي لا تنتهي. في حين هو لو التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخد الموضوع على أنه التزام بسنة، هو هيرحم نفسه. وإحنا بنشوف يا جماعة، إحنا بنشوف بعد الفطار الناس بتاكل وتشرب. طبعا احنا عندنا المفاهيم الغذائية الخاطئة والمفاهيم والثقافة الصحية الخاطئة في التعامل مع الأكل. أكل دسم، كميات كبيرة، مفيش وعي صحي. وبعد ما الواحد يخلص الأكل يبدأ ضربات القلب تزيد، النفس يلهس، ما يقدرش حتى ينزل يصلي التراويح. فالموضوع لما نيجي نتكلم عن الصيام وإعجاز علمي في الصيام، الصيام يعالج بالدرجة الأولى مشاكل البدانة والسنة، والتي لابد أن نرفع الراية الحمراء أو نقص الخطر عن مصائب ومشاكل ومضاعفات السمنة. وبالمناسبة السمنة اللي احنا أو معظم الناس بيشتكي منها هي ليست سمنة وراثية بالدرجة الأولى، هي سمنة وراثية لا تتجاوز 2% من التوتال من إجمالي السمنة. لكن عندما نتحدث عن السمنة اللي الناس كلها بتشتكي منها دلوقتي، هي سمنة العصر الحديث، سمنة القرن القادم أو آفة العصر. الناس ركنت إلى الراحة، بنروح المسجد بالسيارة وبنروح السوبر ماركت، نحط السيارة عند العربية، بنركن العربية على الباب أقرب نقطة عشان ما نمشيش، وبنحاول بقدر الإمكان برضو نطلع في الأسانسير ونزل في عشان ما نعملش مجهود، وما عندناش فقه خالص في مسألة الرياضة. يعني حتى الرياضة الآن أصبحت نوع من أنواع الرفاهية، الناس بتعتبرها رفاهية. لما أجي أنصح مريض ومريض يكون عنده مرض عضوي ونقول له لازم كل يوم تعمل رياضة ما لا يقل عن نص ساعة، يقول لك امتى وفين، في حين انها جزء رئيسي من العلاج. فعندما نتحدث عن الصوم والبدانة، الصوم والسمنة، الامر كبير وخطير. السمنة تعني جلطات القلب، جلطات المخ، زيادة مستوى الدهون، زيادة الكوليسترول في الدم، زيادة الدهون الثلاثية، مشاكل المفاصل، التهابات المفاصل والغضاريف، وإحداث الغضروف المتعدد وخروج الغضروف من مكانه، سواء في الرقبة أو الظهر مع أقل مجهود، أو أن الواحد يشيل شيلة خطأ، أو الواحد بيلف بكيفية خطأ. مريض السمنة مهدد ومعرض بأمراض لو عديناها لن نحصرها. فالآن بنقول الذين ابتلوا بالسمنة وبالبدانة وبخاصة البدانة المفرطة، هنقول لكل الناس ممكن يكون عندك زيادة 10 كيلو، في ناس عندها زيادة 50 كيلو. وطبعا احنا عندنا قياسات الآن، في قياسات أولية بسيطة بنخلي كل الناس يعملوها،
وهو اسمه اختبار معامل كتلة الجسم. بنجيب وزن حضرتك بالكيلو جرام، هتكون مثلا 90 كيلو، ونقسمه تحت على الطول بالمتر. يعني انت 170 سنتي، يبقى 1.7 نضربها في نفسها في 1.7 يدينا رقم. هذا الرقم لو طلع اقل من 22 يبقى انت بتعاني من النحافة. 22 واحنا نازلين، احيانا يطلع 17 يطلع 18، لحد 22 لحد 24 ماشي امورك. من 25 ل 27 احنا بنعتبره هو ده يعني المثالية، ان جسمك يعني كويس. وبعدين يا جماعة الناس اللي عندهم يعني اللي نحيف، على فكرة احنا ممكن نحسده، وهو لو يجي يشوف الناس قد ايه بيعانوا وبيروحوا يعملوا عمليات في جراحات السمنة المفرطة عشان يدبس المعدة ويحول المعدة، ويتعرض لمخاطر ويتعرض لغرفة عمليات وبنج ويدفع فلوس. يعني الناس تحمد ربنا سبحانه وتعالى، لأن فعلا السمنة والله هي مصيبة العصر الحديث. فبنقول معامل كتلة الجسم لو ابتدى يعلى أكتر من 27 فما فوق، خد بالك السمنة احنا بنقسمها إلى درجات مختلفة. تبدأ بسمنة بسيطة، سمنة متوسطة، سمنة شديدة، سمنة قاتلة أو مميتة. والكلام ده بقى لو الرقم ده زاد عن 40 فما فوق، 40 44 فما فوق، يبقى أنت تاخد بالك من نفسك. وبعدين احنا مش بنستنى ما يوصل لل 40، ده هو أي واحد معامل كتلة الجسم بتاعه وصل إلى 29 30 يبدأ يحط علامة استفهام كبيرة وياخد باله من نفسه ويستفيق من، يعني هنقول ايه، الغيبوبة الصحية في الثقافة الطبية الخاطئة، يغير حساباته مع نفسه. يبقى احنا دلوقتي بنقول معامل كتلة الجسم، وحتى احنا كان زمان كده يقولك اطرح من الطول بتاعك 100، احيانا بنعتبره صح. برضو خد بالك لو مش هتعرف تعمل المعادلة دي، اطرح 100 وشوف انت فين، وشوف انت اين من البدناء. لان يا جماعة احنا بيجينا، احنا طبعا في قياسات تانية، في اجهزة في العيادات بنحط الجهاز على المريض يعمل لنا تحليل لمكونات الجسم، يدينا كام كيلو دهن، كام كيلو عضلات، كام لتر مية، كام نسبة الدهون، بيدينا تفاصيل كاملة، يعني تفاصيل دقيقة جدا عن الحالة الجسدية للبني آدم. لكن بنقول مش عايزين كل الناس تتكلف، احنا بنقول لك اهو انت غير ثقافتك. طيب انا هستفيد الصوم، هستفيد منه ازاي في علاج البدانة؟ انا بقول لحضرتك من الان واضمن لك ان انت، احنا لسه في بداية رمضان، اضمن لك الفترة اللي جاية لو انت التزمت، نزل لي كمية الاكل اللي بتاكلها في الفطار وفي السحور الى التلت. امشي بقى على سنة النبي. يعني كل الناس يعني المحبين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحمد لله بيلتزموا بصلاة النوافل، يقول لك دي سنة. طب ما هو برضه هدي الإسلام الأكل التلت والتلت والتلت ده سنة، فالتزم بالسنة دي، انزل لكميات الأكل إلى التلت. وبعدين يا جماعة عايزين نعرف احنا بناكل ايه، احنا عارفين كويس او بناكل ايه قدامنا، بس عايز اعرف انا هستفيد ايه. يعني ناس كتيرة قوي تلاقيه بياكل تلات ترغيفة عيش. طب ما هو ده يا جماعة، طب ما احنا كل الناس عارفين السموم البيضاء، الدقيق والملح والسكر، عارفين كويس قوي. اما اكل طبق رز قد كده وتلات ترغيفة، وبعدين فوق ده كله لسه في حلويات تانية شرقية وغربية وتورتة وجاتو، طب انت كلت دلوقتي حوالي 70% كربوهيدرات اللي احنا مش محتاجينها. فاحنا عايزين نغير الثقافة بتاعت الاكل. اغير الثقافة بتاعت الاكل ازاي؟ موضوع هو انا بضمنهولك. حط في الفطار في الوجبة الرئيسية بتاعتك، حتى لو انت معزوم يا سيدي برة او هتروح تاكل برة في مطعم، انت ممكن تتخير الاكل بتاعك. اول هذه الثقافة الطبية الصحيحة، اول حاجة لازم تهتم بطبق السلطة. كل يا سيدي طبق سلطة محترم وحط فيه كل المحتويات. بس شوية احنا ايه يعني نحاول بقدر الامكان نحط ليمون، نحط خل، لا
لو هنحط زيوت يبقى معلقة زيت زيتون واحدة، ونبدأ نركز في السلطة. خد طبق سلطة كبير، وطبق السلطة الكبير ده على فكرة هيغنيك. احنا مش هنعتمد على السلطة لوحده، لا ده انا هديك كل اللي انت هتحبه، بس ابدأ معايا وركز. يبقى احنا اول حاجة طبق السلطة الخضراء، وخليه ثقافة بقى، ثقافة صحية في حياتك كلها. طبق السلطة ده مليان، هو ده الاصل يا جماعة. وكل مع طبق السلطة هتاكل بروتين، يا اما سمك يا اما لحم يا اما دجاج، واحد من التلاتة. حتى لو اتحط صنفين يا سيدي ما عندناش مشكلة، بس خد بالك انت هتاكل قد ايه من البروتينات. يعني احنا بننصحك بنقول لك كل حوالي 120 جرام 125 جرام، كل ربع كيلو. ما اظنش ده يا جماعة شوية. وحتى بفرض لو انت مش هتاكل ربع كيلو عشان مش هتقيس ومعكش الميزان معاك، لا كل يا سيدي كل لعندك لحد نص فرخه، ما عندناش مشكله، نص الدجاجه كده ما عندناش مشكله. وان كنت انا يعني انا بنصحك خليه ربع. وبعدين برضو نفس الكلام في السمك، يعني اربع قطع، او يعني على مستوى البلط كده بلطيه او اتنين ما عندناش مشكله، بس مش اكتر من كده. وبعدين اعرف بقى انت بتاكل مقلي ولا بتاكل مشوي ولا بتاكل مسلوق، ودي برضو مهمه جدا. الزيوت يا جماعة النهاردة احنا الثقافة الغذائية الخاطئة اللي ولادنا طلعوا عليها اللي بنسميه الجانك فود، احنا النهاردة اتعلمنا من ولادنا ازاي ناكل غلط. وكل انتوا عارفين المقلي بقى والدليفري، وبعدين كلنا فاهمين كويس قوي البرجر دلوقتي بقى ثلاث صفوف، عشان كده بنقول المجتمع الامريكي 65% بدناء، وكل سنه نص مليون بيموتوا من مضاعفات البدانه. فاحنا عايزين الثقافه دي، احنا اولى، احنا المسلمين عندنا فقه الصوم وفقه الاعتدال. فالمساله البيبسي قد كده ومش عارف والمشروبات الغازيه، لا لا. فاحنا طبق سلطه والبروتين انا خيرتك، وبعدين الخضار، كل خضار بس ما تاكلش مسبك وما تاكلش كل سوتيهات افضل على معدتك، يعني المسلوق او شبه المسلوق. وكلنا عارفين كويس ايه اللي مفيد وايه اللي مش مفيد. يبقى احنا لما نقول خضار ونقول سلطه ونقول بروتين وكل كمان بقى معاهم كل الكربوهيدرات اللي احنا بنقول عليه، مش لازم تاكل ثلاث رغيف. فين بتودوهم دول يا جماعه؟ انا بستغرب اللي بيجي يقول لي انا معلش ما اقدرش، اصل انا بحب العيش. طب ما هو اعتدل. وبعدين حاجه ثانيه، اما نيجي نقول رز ومكرونه، يعني انت ممكن حاجة بسيطة، يعني الطبق، يعني انا بستأذنك وبستسمحك، الطبق اللي انت بتاكله كامل انزل انزل للتلت وهتشوف والله هترتاح. احنا يا جماعة ما بناكل وبنملأ، يعني لا تتخيل واحد بيبقى قاعد حتى مش عارف يتنفس، انا معرفش يعني هينام ازاي ويتقلب ازاي يعني. وبعدين بتحد حركته، وبعدين بقى ده حمل زايد على القلب. هو السمنة، احنا مش بنقول السمنة عشان وجع الركب والمفاصل، لا لا، احنا بنقول السمنة عشان ده كله اضافة وزيادة على قلبك وعلى الكلى وعلى البنكرياس، وبتبقى عرضة ان يجي لك ضغط، وبيبقى عرضة ان يجي بسكر، ونسأل الله ان ربنا يتمم عافيتكم. طب احنا خدنا الوجبة الرئيسية الان، هل مطلوب بعد ما نخلص الوجبة الرئيسية، الوجبة الرئيسية بالكيفية اللي بقول لك عليها دي، يعني مش هتاخد 50%، مش هتاخد نص معدتك، لكن بعد بقى ما تقوم وانت فايق، هل مطلوب منك تقعد بقى تاكل في الحلويات وتشرب في العصاير وبعدين تحبس بالشاي وتفضل بقى تتسلى من المغرب لحد الفجر، تفضل بس تبلع كده وتزغط؟ ما ينفعش ما ينفعش. المفترض برضو الاعتدال، كل حلويات ما عندكش مشكلة. الناس اللي محافظ على صحته بياكل كل حاجة، لكن انت لو ما مشيتش على الطريق الصح خلاص بقى، يبقى الدكاترة هم اللي يبدوا يدوك الأوامر. زي بالظبط يا جماعة اللي بنقعد نقول له بطل السجاير وحرام التدخين، وعندنا أكتر من 16 دليل في القرآن على تحريم الدخان، ومع ذلك ما يبطلش السجاير. امتى يبطل السجاير؟ إما يبدأ يقع فيه حالة صحية مرضية، نسأل الله العافية. انتوا عارفين طبعا الدخان اقل حاجة التدخين بيجيبها دلوقتي، اقل حاجة
جلطة من الجلطات، جلطة في الأطراف، جلطة في القلب، نسأل الله، جلطة في الرئة، وكلها حاجات مميتة. يبدأ الواحد يدخل العناية مركزة ويستمع إلى التعليمات. ممنوع ممنوع ممنوع. طب ما أنت كنت كان برضاك. طب إحنا في شهر الصوم، فرصة. وبعدين هو بلاء بلا شك، هو ابتلاء. يا أخي ادعي الله سبحانه وتعالى، اسجد وانت ساجد، قول له يا رب يا رب كرهني في السجاير، يا رب ارفع عني التدخين، يا رب ابعد عني الدخان، انا يا رب مفوض امري. ولازم يبقى انت عندك عزيمه، يعني انت ابدا. رب العالمين سبحانه وتعالى فاتح الباب على مصراعيه لكل تائب والكل راجع ليه. اي حد عايز حاجه، حتى الناس برضو يا جماعه، السمنه الان منظمه الصحه العالميه مصنفاها نوع من انواع الادمان، مصنفه السمنه على انها ادمان، بيسموها الفود ادكشن، زي ادمان الكحوليات وزي ادمان التبغ وزي ادمان المخدرات نسأل الله العافيه. لكن بنقول ايه؟ المعده احنا بنشبهها بالبالونه، تمسك البالونه تنفخ في البالونه تفضل ملهاش حد ادنى ولا حد اقصى. فهي المعده كذلك، المعده انت اللي عودتها، انت اللي عودتها، انت اللي عملت تديها فعملت تزودها. عشان كده الناس اللي بيبقى متعود على كميات معينه من الاكل ما بيقدرش يوقفها مره واحده. ليه؟ لانه لازم يعود المعده تاني ان هي تكش، لان جدار المعده فتح لدرجه انه لازم فيها مستقبلات حسيه، لازم تدخل نفس الكميه عشان تطلع نفس كميه الجلوكوز عشان تنبه الخلايا. شايفين الدايره المفرغه؟ انما انت لما تمسك وتتعود خلاص تبقى انت عودت الجسم وعودت معدتك على كيفيه معينه، فالموضوع سهل. اما نيجي نتكلم على الصيام، يعني انا هقول لكم لسه يعني خبر جاي في احد الجرائد القوميه، بيقول دراسه امريكيه، هذه الدراسه الامريكيه الصيام الاسلامي طبقوه في مصحه من المصحات الامريكيه، فلقوا ان بعد صوم اسبوع واحد الخلايا اتجددت 17 سنه ورا، ولقوا ان مضاعفات مرض السكر قلت بنسبه 40%. سبحان الله العظيم. السكر زي ما احنا عارفين فيه نوعين، في نوع اساسي ورئيسي وده لازم علاجه بالانسولين، وفي نوع بقى التاني اللي احنا مبتلين بيه كلنا، اللي هو بيجي نتيجه الغلط بتاعنا. الغلط بتاعنا ايه؟ اكل 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 بدون وعي، حلويات بدون وعي. حتى الشاي ما باجي احط السكر احط 5 معالق سكر. ليه؟ انتحار وانت مش واخد بالك. انت المحصله بتاع الاكل بعد الهضم والامتصاص هيوصل في الاخر الى جلوكوز، الجلوكوز ده لازم يدخل جوه الخليه. طيب مين اللي بيدخل الجلوكوز جوه الخليه عشان الخليه تستفيد بيه؟ الانسولين. الانسولين اللي ربنا حاططه لنا في الجسم اللي بيفرزه البنكرياس، والبنكرياس بيفرز الانسولين على قد كميه الجلوكوز، على قد كميه الاكل والشرب اللي انت دخلتها. انت دخلت كتير، يبقى الانسولين الله يعينه والبنكرياس الله يعينه علينا، هيطلع كميه انسولين كبيره لان انت مدخل جلوكوز كبير عشان ياخد الجلوكوز يدخله جوه الخليه. طب تخيل انت كل يوم تطلع لنا مثلا، هنقول أمثلة، 10 كيلو جلوكوز، والبنكرياس هيضطر يفرز، يعني الله يعينه هيفرز انسولين عشان يدخل الجلوكوز ده جوه الخلية. يبقى انت اجهدت البنكرياس بتاعك، ارهقته، زي عربية مطلوب العربية دي يبقى في نوع من انواع الاعتدال. لو انت العربية دي سافرت كل يوم مشوار 300 كيلو 400 كيلو كل يوم، هتجهدها، هتستهلكها بسرعة. كذلك البنكرياس احنا بنستهلكه بسرعة، عشان كده تلاقي عندنا دلوقتي بنشوف شباب صغيرين، وعندنا ناس مفترض ان هو يعني بيحافظ على صحته بس ما كانش بيحافظ على المشروبات، كان بيشرب، وكلها عادات ثقافية خاطئة. يعني هو اللي بيحط 5 معالق سكر مش عارف ان ده ضرر، زي اللي بيحط 5 معالق ملح مش عارف ان ده هيرفع له الضغط، وكلنا فاهمين الكلام ده لكن بنغمض عينينا. فالعربية لما تسافر كتير تستهلك. طب وأجهزة الجسم؟ طب ما هي برضه هتستهلك.
انت كل ما تدي كميات كبيرة في الاكل انت بتستهلك الجسم. عشان كده الصوم فرصة. احنا في الصيانة السنوية بتاعت ربنا دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى بيدخل الجسم في فترة سكون، ربنا بيدخل الجسم في فترة انتعاش. لان تخيل 150 مليون خلية كل ثانية بتهدم في جسمك، وهذه الخلايا لابد لها ان تجدد. لان احنا عارفين يعني نظرية الهدم والبناء، الهدم والبناء اي انسان لابد ان يتأثر بهذه النظريتين. الهدم الاول ولاحظ بيبقى طفل صغير فترة البناء لحد البلوغ، وبعدين لما يكبر في السن تبدأ مرحلة البناء، مرحلة الهدم اكتر من مرحلة البناء وهكذا. عشان كده بنلاقي نسبة المية، محتويات الماء في الطفل الرضيع المولود بتصل الى 90% و95%. الطفل ما بيجيله اسهال وربنا يعافيكم ويبدأ استفراغ بيحصل له جفاف فوري، ولابد ان تنقل له محاليل. ليه؟ لان هو كله مية. بعكس كبار السن مسألة الهدم تزيد عن مسألة البناء، لانه محتويات المية في جسمه وقدرة الخلية على امتصاص المية بتقل، وبالتالي نسبة المية يمكن تصل من 65 الى 75%. فالموضوع البناء بيزداد. فتخيل الصيام ينعش وينشط خلايا الجسم. وبالمناسبة يبقى احنا كده اقتنعنا مسألة تأثير الصوم على البدنة وعلى السمنة. انا بتحدى دلوقتي اللي هيلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم باقي شهر رمضان في مسألة التلت، اعتقد انه هينزل، وهي عبادة ربانية مجانية ربنا ادهنا عشان نستفيد بيها من غير ما يروح للدكاترة ومن غير ما يدفع فلوس. اما نيجي نتكلم عن الصوم دراسة، وهذه الدراسات دراسة طبية بتنشر في مجلات محكمة، بيقولوا تأثير الصوم على إحداث مرض الزهايمر. وكلنا عارفين مرض الزهايمر ده مرض الخرف اللي بيصيب خلايا المخ. وسبحان الله العظيم وجدنا في أن هذا المرض يصيب غير المسلمين بطريقة كبيرة جدا. يعني احنا الحمد لله من منة الله علينا انه الصوم احد الاسباب الرئيسية التي تمنع حدوث العته او الخرف او اصابة خلايا المخ بهذا الداء، سبحان الله. وهذه الدراسة مثبتة. عارفين ليه؟ لان المسلم او اهل القرآن ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليهم طاقة وسكينة اللي غيرهم ما بيقدروش يتلمسوها. اما نيجي نقول الصوم بيجدد الطاقة بتاعة الانسان، لان هو احنا زي ما اتفقنا الخلايا من ناحية، طاقة الخلايا من ناحية، وطاقة العالم الاخر من ناحية اخرى. احنا ربنا قافل علينا مرض الجان. طب استسمحكم ناخد اتصال من الاستاذ محمد. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يحفظك ويبارك فيك. كل سنه وانت طيب. وانت بالعافيه، الله يحفظك. انا حضرتك انا ما باكلش كتير على فكره، لكن عندي الامتناع في الكرش بسرعه، كرش كتير يعني. طيب حاضر يا استاذ محمد. في حاجه تاني؟ كم عمرك؟ انا 40. الحمد لله ما عندكش حاجه مشكله عضويه. لا، في ضغط مرتفع يعني يصل احيانا 150 90 وكده، باخد كونكور 5. وطبعا ما بتلعبش رياضه؟ والله مشيت النهارده، كنت العب كوره زمان لكن خلاص. طيب هرد على حضرتك يا استاذ محمد. لكن يا دكتور احيانا بحس برضو يعني عدم انتظام في جسمي كله. نعم حاضر يا استاذ محمد. الأستاذ محمد مثال طبعا، 40 سنة، هو عنده معاناة في منطقة البطن أو الكرش،
احنا عندنا اخطر انواع السمنه بالمناسبه هي السمنه التي تصيب المنطقه بتاعه البطن حوالين البطن، لان احنا عندنا فيها احيانا السمنه بتتوزع في الارداف، في بتتوزع في الافخاد، لكن اخطر انواع السمنه هي بتاعه منطقه البطن. هو الموضوع بسيط قوي يا استاذ محمد. احيانا الناس اللي بييجوا يعملوا نظام رجيم يقول لك انا بخس كلي والبطن ما بتخسش، او وشي بيتاثر، واللي الناس لما بتشوفني بتقول لي انت مريض عندك ايه. انا هنصح حضرتك، طبعا هو السمنه ليها علاقه بالضغط، لو الجسم ظبط مع ممارسه الرياضه الضغط، في نوع من انواع الضغط اللي هو بنسميه الضغط الاولي، اللي بيجي نتيجه الاخطاء، التوتر والنرفزه والعصبيه والسمنه وعدم مزاوله الرياضه، وده علاجه سهل لو انت التزمت بالاكل، لو التزمت بالنواحي النفسيه وتلاوه القران والاذكار والتزمت بالرياضه الامور بتظبط من غير ما تاخد ادويه. حضرتك انا هنصحك الكرش يا جماعه، احيانا في واحد يقول انا ما باكلش بس بشرب ميات كتير. طب اتفضل هستسمعك، اتفضل. الو استاذ محمد اتفضل. طيب، فواضح انه المعده بتتعرض، كل ما تعرضت للتمدد، التمدد ده بقى قد يكون سوائل او قد يكون اكل مع الفارق طبعا، لكن بنقول احنا المبدا ان انا اعود معدتي على كم معين، يعني لازم اشجع المعده ان هي تكش، والمعده مش هتكش غير ممنع الزياده بتاعتها، فما اقعدش انفخ فيها كل شويه، سواء بقى بالسوائل، سواء بمشروبات، سواء باكل. حتى احيانا مثلا في واحد مزاجه شوكولاتات او مكسرات او، لكن بياكل بكميات كبيره برضه تستوي. فانا هنصح حضرتك يا استاذ محمد انه نعيد الثقافه، يعني نحاول المعده تنزل. وطبعا انا هنصح حضرتك، يعني استسمحك تكلمنا بعد الحلقه، البطن لما بيحصل الكرش ده يا جماعه ما بيتكونش في اسبوع ولا في شهر، ده بيكون في سنين. ونفس الكلام برضو الناس البدناء، الدهن واللحم ده ما عملهوش يا جماعة في سنة ولا في سنتين، ده احيانا بيربي فيه لمدة 20 سنة، فيجي لي العيادة عايز ينزل 30 كيلو في 3 ايام، ما ينفعش. حتى انا بنصح الان الناس، ما ينفعش النزول المضطرد السريع في وزن الجسم، لان احنا عندنا في اجهزة زي الكلى، الكلى دي متحوطة بدهن، الدهن ده لو نزل نزول سريع الكلية ما بيبقاش في حاجة سنداها. فأنا مش عايز، يعني عايز أصبر الناس، اللحم والدهن اللي انت كونته في فترة سنين عايزك تصبر عليه يا سيدي، انزل في الأسبوع 0.5 كيلو. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، انزل يا سيدي 0.5 كيلو في الأسبوع، يعني في الشهر 2 كيلو، يعني في السنة 24 كيلو مش هيحصل. وطبعا أول ما بتبدأ البرنامج، طبعا أنت يعني في الأول عشان بيبقى فيه نسبة سوائل في الجسم، فنسبة السوائل دي بتنزل بسرعة، فبتبقى فرصتك النزول بتبقى أسهل، لكن بعد كده بقى عايزينك تصبر بقى على اللي جاي. ليه؟ لأن أنت ممكن أول شهر تنزل 5 كيلو و7 كيلو، وأحيانا بنسمع أرقام كده معرفش بيجيبوها منين، بس أنا لا، عايزك تصبر. يعني لو نزلت في أول شهر 5 كيلو و7 كيلو، وبعد كده هتنزل بمعدل 2 كيلو في الشهر، كويس يا سيدي. لو ثبت فترة زمنية معينة مع مزاولة الرياضة برضو انت استفدت. انا ما كملتش الجزئية بتاعة الزهايمر والخرف، فبنقول انه ربنا سبحانه وتعالى طاقة من العالم الاخر، طاقة المرضى والشياطين واللي ربنا مسلسلها دي تقريبا تكاد تكون منعدمة، وطبعا بقى احنا بنستمد من طاقة اخرى، طاقة الروحانيات. مش احنا دلوقتي في الصيانة بتاعة البدن والروح، فطبعا احنا ايه، تلاوة القرآن بالنهار وبالليل تراويح، وبعدين تهجد، وبعدين العشر الاوائل العتق، وبعدين الرحمة، وبعدين فالشهر كله مليان خير، فالطاقة طاقة متجددة سريعة مستمدة من قبل الله سبحانه وتعالى. اتعمل دراسة على الناس الذين لا يتكلمون بالعربي ولا يعرفون تلاوة القرآن،
تخيل هذه الدراسة لقت انه ليه المسلم ما يجلوش خرف ولا عتة، وليه المسلم طاقته دايما متجددة. لقوا ان الناس اللي اتعملت عليهم الدراسة من غير اهل القرآن، يعني ما بيعرفوش عربي ومش فاهمين مش فاهمين معاني القرآن، فاتعملت عليهم دراسة سمعوهم قرآن، وبعدين اتعمل لهم نوع من انواع رسم المخ. المخ بيولد ذبذبات كهربائية، وهذه الذبذبات الكهربائية بتتأثر بمستوى فكرك. يعني انت متوتر الآن زعلان، المخ بيفرز هذه الذبذبات تصل الى 40 الى 60 ذبذبة في الثانية الواحدة. بينما وانت بتقرأ قرآن تنخفض هذه الذبذبات الى من 4 الى 10 ذبذبات في الثانية الواحدة. حتى هذه الذبذبات المخ بيفرزها اثناء النوم، وممكن تكون وانت بتحلم. مش احنا احيانا بنحلم وبنقوم حاسين بضربات قلبنا الشديدة وزيادة؟ فلقين لقوا انه هؤلاء الناس اللي سمعوا القرآن وهم مش فاهمين معانيه، لقوا انه هذه الذبذبات بتقل حدتها ونشاطها الى الحد الادنى. سبحانك يا رب. شايفين يعني ايه صوم بيهذب النفس، ويعني ايه صوم يصل بالانسان الى درجة الصفاء الروحي النفسي. طب عشان نجمل بقى، عشان يبدو ان وقت الحلقة، الصوم يا جماعة مفيد. الناس اللي عندهم قولون عصبي ومالوش علاج، بنقول لك الصوم مفتاحك الى الراحة النفسية اللي هتهدي القولون العصبي. الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الدوري التنفسي وكوليسترول عالي ودهون ثلاثية عالية والضغط عالي، بنقول له الصوم فرصة اللي هيسيح لك الدهون دي وهينزل لك مستوى الكوليسترول. الصوم يا جماعة بيرفع جهاز المناعة. الصوم كنز أرجو أن نتعرف عليه في شهر الصوم. أنا والله بشكركم وبشكر جميع المشاهدين، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الصيام وحسن القيام، وأن يرزقنا القبول، لأنه والله اللي هيخرج من رمضان مفس فيه يبقى هيكون خسر خسارة كبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه الأمة جميعا القبول في هذا الشهر الكريم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيادتنا على الهواء، يلا ندردش سوا، هنقدم لك نصايح، نوصف لك الدواء، نوصف لك الدواء بعيادة رمضان، يا عيادة رمضان، عيادة رمضان بعيادة رمضان، يا عيادة رمضان، عيادة رمضان. عيادتنا عالهوى، يلا ندردش سوا، هنقدم لك نصائح. رمضان كريم. للإعلان على قناة الصحة والجمال يرجى الاتصال على